News Baghdad, CBS 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 News Baghdad. Shells have hit Basra in the last 24 hours. I don't know, but I think more than 72. And that's all in the city center? I don't know. But maybe more than 200. In 4 days, more than 400. Shoulder onto his back, we can expose now. How old is he? About 70 years old. What happened to the baby? No, she died. Thank you.
بس جوا وقع هو شوف هاي ما بتزعنا فهاي لان هاي الصاروخ اول ما يضربها تتفلش هنا بالجزء الخلفي The long shot of Baghdad to go over the air raid warnings. جديدة هي ملحمة هور الحوازة. لقد أضاءت ملاحم العراق. هذه ضرباتنا حيث التخطيط المحكم والأداء الرائع والعنفوان الأصيل.
لقد أريناهم العجب العجاب من الغضب العراقي الصاعق. فلبئس ميت لم تبق من شراذم قوتهم المخذولة غير هذه الجثث الهامدة متناثرة على أرض المعركة، وغير بقايا مفزوعة يحاصرها الموت من كل اتجاه وتنزل. وليس غيرها يعفر وجوههم وينخر أجسادهم المليئة بالحقد المثر بجلدها أو ترفع الراية البيضاء من حافات حدودنا الشماء. لقد قادوا أنفسهم